بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي من خلاله نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في البداية السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله، نبدأ بسؤال من الأخ الذي قال: في قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع، يسأل يقول بارك الله فيكم: ما المراد بالهجر في هذه الآية، وما هي ضوابط الهجر في الشرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية في معالجة نشوز الزوجة عن زوجها، وهو ترفعها عليه وتمنعها من حقوقه، هذا أمر محرم عليها، ولكن قد يقع من بعض النساء فيعالج ولا تترك ناشزا، يعالجها أولا زوجها بما ذكره الله من هذه المراحل الثلاث: التي تخافون نشوزهن فعظوهن، والوعظ هو تخويفها لله عز وجل وبيان ما ورد من الأحاديث في الوعيد على من نشزت عن زوجها بغير حق، إن المرأة إذا باتت وزوجها ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا وعيد شديد وجاء بمعناه أنواع من الوعيد. فإذا لم تجدي الموعظة فإنه يهجرها، والهجر معناه الترك، يترك مكالمتها، يترك مكالمتها ومحادثتها لأجل أن تعلم أنها مخطئة. وإذا لم يجدي الهجر بالكلام إنه يهجرها في المضجع فلا ينام معها، أو ينام معها ويعرض عنها. جروهن في المضاجع. المرحلة الثالثة: إذا لم يجدي الهجر إنه يضربها تأديبا لها ضربا غير مبرح، بل يؤدبها حتى ترجع عن نشوزها، وهذا تهذيب تأديب، ولا يترك المخطئ على خطئه بل يعالج عن ذلك، خصوصا الولد، الوالد مع أولاده والمدرس مع طلابه. التأديب والأدب، من حرم الأدب حرم الخير، وكما في المثل: من أمن العقاب أساء الأدب. هذا هو معنى الآية الكريمة، وهو يدل على وجوب انقياد المرأة لزوجها لأداء حقوقه وما يطلبه منها من حقه عليها. نعم، أحسن الله إليكم. وسؤاله الآخر حفظكم الله يقول: أيضا بالنسبة لهجر المسلم لأخيه المسلم، ما حدوده في الشرع؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر يجوز حدود ثلاثة أيام، إذا وجد على أخيه شيئا من الخطأ في حقه أو الإساءة إليه فإنه يهجره حدود ثلاثة أيام وهي كاف، ثم يسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة من باعثها باخت الجدعاني من جدة، يقول: امرأة مطلقة ولديها أولاد، خطبها رجل متزوج وله أولاد أيضا، واشترط فيما بينه وبينها عدم الإنجاب مطلقا، فوافقت على ذلك وتم العقد والنكاح، فما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل، لأن النسل مطلوب، ذرية مطلوبة، فلا يجوز له أن يشترط عليها هذا الشرط. كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. من أعظم مقاصد الزواج حصول الذرية والإنجاب. ولا يكفي أن الإنسان يقول: لي أولاد. الأولاد قد لا يصلحون ولا ينفعونه، قد يموتون، والأولاد كل ما كثروا وأصلحهم الله كان فيهم الخير له وللمجتمع المسلم. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة
البرنامج أيضا. هذا السائل يقول: ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب، وهل ورد دليل على ذلك، وماذا أفعل عنده؟ الاستعاذة عند التثاؤب غير مشروع، لا دليل عليه، لأن التثاؤب من الشيطان وهو يدل على الكسل والفتور. قد أرشد صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدره التثاؤب فإنه يكظمه ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يفتحه ولا يكون له صوت، يسمع له صوت إذا تثاؤب، قد يكون في الصلاة أيضا يتثاؤب ويصوت، قد تبطل صلاته بذلك، لأنه إذا بانت حروف من صوته صار كلاما، والكلام في الصلاة لا يجوز، لا يجوز في الصلاة شيء من كلام الآدميين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحل الشرعي، أنه يكظمه، إن استطاع أن يمنعه منعه، فإن غلبه التثاؤب فإنه يكون برفق ويضع يده على فمه ولا يفتحه ولا يصوت. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما الحكم إذا جلست في مجلس وفيه الغيبة والنميمة، بماذا تنصحونني؟ هذا مجلس فيه منكر، لا تجلس فيه إلا بشرط أن تنصحهم لترك هذا الشيء، فإن تركوه وإلا فقم ولا تبقى معهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات أم إبراهيم من جدة تقول: ما هي أقصى مدة للنفاس وأقل مدة؟ أقصى مدة للنفاس 40 يوما، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي ورد به الأثر، 40 يوما هذه هي أقصاه، ولا حد لأقله، وقد لا تنفس المرأة، قد لا يخرج منها دم بعد الولادة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: هل يجوز البكاء على الميت ورفع الصوت والصياح، وهل وردت أدلة على جواز البكاء؟ نعم، رفع الصوت حرام، لا يجوز للإنسان يرفع صوته بالنعي والنياحة، هذا من أمور الجاهلية، وهو يدل على الجزع، السخط لقضاء الله وقدره، عدم الصبر. وأما البكاء فإنه ليس باستطاعة الإنسان منعه، وهو جائز، قد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلا يحتضر تقعقع روحه في صدره، بكى عليه الصلاة والسلام. وبكى أيضا لما مات ابنه إبراهيم، بكى وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئا منه باتفاق الطرفين؟ لا يلزم أن يدفع الصداق عند العقد ولا قبله، ويجوز تأجيله أيضا أو تأجيل بعضه، الأمر في هذا واسع، المهم أنه لا بد من صداق، ويحرص على ألا يكون مبالغا فيه، يكون ميسرا، سواء كان حالا دفعه عند العقد أو كان مؤجلا، الأمر في هذا واسع. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن المهر، يقول: حفظكم الله، أن من أسباب الطلاق وعدم الزواج عند الشباب هو صعوبة الحصول على المهر، فما هو توجيهه؟ نعم، هذا من الأسباب التي تؤخر الزواج وتعرقل الزواج، وهي التكاليف الباهظة في الزواج، كثير من الناس لا يطيقون ذلك، خصوصا الشباب الذين في مستقبل العمر لا يستطيعون هذه التكاليف الباهظة من الصداق الباهر الذي يحمل الزوج وقد يستدين. والشرع جاء بتيسير المهور والحث على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. التوسط في هذا هو الخير، والمهر حق للمرأة لا بد منه، آتوهن وجورهن بالمعروف، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: أصلي الضحى وأنتظر صلاة الظهر ويغالبني النعاس، فهل ينتقض الوضوء؟ إذا كنت جالسا فلا ينقض النعاس، لا ينقض الوضوء، كان يعتري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون كما في الحديث. إذا كان جالسا ومتمكنا من نفسه ونعس فهذا لا يضر، أما إن كان مستندا على شيء ونعس فإنه ينتقض وضوءه، لأنه لا يضبط نفسه. نعم، سائل آخر يقول: عندما يكون المرء وليا على أيتام، ما نصيحتكم فضيلة الشيخ في تنمية مال اليتيم؟ نعم، الله جل وعلا قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر عمله وولايته، يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. أما أنه يجحف بمال اليتيم أو يفرط فيه ويضيعه هذا حرام، لأنه أمين على مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. نعم، أحسن الله إليكم. فأما اليتيم فلا تقهر. أيضا سؤاله الآخر يقول: هل تأديب اليتيم من ظلمه؟ هو هذا قهر، هذا من صالحه تأديبه، لكن التأديب المتوسط الذي ليس فيه ما يؤلم الطفل، وإنما يكون متوسطا بقدر ما يحصل به المقصود. نعم. السائل عبد الله حفظكم الله يقول: والدي كان عنده أمانة من الغنم لأحد الأقارب، ولكن والدي توفي قبل تسليم الأغنام، وبعد سنة توفي صاحب الأمانة ولديه أطفال من امرأتين، فماذا نفعل؟ الواجب عليكم المحافظة على أغنام الميت حتى تسلم إلى ورثته، وإذا كانوا صغارا تسلم إلى وليهم الشرعي، سلم الأغنام إلى وليهم الشرعي ليحفظها لهم أو يبيعها ويحفظ قيمتها. نعم. السائل يقول: حفظكم الله، ابتليت بعادة الإسراف ولا أدري كيف أتخلص منها، فما هو توجيهكم؟ الإسراف محرم، الإسراف في الإنفاق، الإسراف في الوضوء، صرف الماء، الإسراف محرم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في ماء الوضوء ولو كان الإنسان على نهر جار، الإسراف لا يجوز. فإذا كان معتادا له يعود نفسه على تركه ويتذكر النهي عنه، يترك ذلك بحول الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم التوسل بالملائكة والأنبياء والرسل وحق فلان أو بحق أبي وهكذا؟ لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل ولا صالحين، ما يتوسل بذوات المخلوقين، وإنما يتوسل بدعاء الصالحين يدعون له، يطلب منهم من يدعو له، توسل بدعائهم إذا كانوا حاضرين، يطلب منهم الدعاء لهم ليتوسل به إلى الله عز وجل، كما توسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بالاستسقاء. وهذا جائز، أن يطلب من الحي الحاضر أن يدعو الله بحاجة أخيه المسلم، هذا من التوسل الجائز. أما التوسل بذوات الصالحين وأشخاص الصالحين أو بحقهم فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا يمني مقيم في المملكة، أسأل عن التمسح بقبور الأولياء، حيث يقوم الناس أو بعض الناس بزيارة قبر في كل عام مع إقامة شعائر خاصة، فما الحكم؟ الحكم أن هذا حرام ولا يجوز، وهو شرك أو وسيلة إلى الشرك. زيارة القبور سواء قبور العلماء أو الوالدين أو إخوانك المسلمين مستحبة ومشروعة لأمرين: للاعتبار والاتعاظ، والأمر الثاني لنفع الميت بالدعاء له والسلام عليه، هذه هي الزيارة المشروعة وليس لها وقت محدد. أما التمسح بالتراب أو التمرغ عليه أو هذا من عمل الجاهلية، وهذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز هذا العمل، وهذا من الغلو في الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: منذ ولادتي حتى 15 سنة لم أؤدي الصلاة، ثم لي الآن ولله الحمد 70 سنة وأنا محافظة على الصلاة، فهل أنا آثمة؟ إذا تبت تاب الله عليك، الحمد لله. إذا تبت وحافظت على الصلاة فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يقول السائل: متى يدخل وقت صلاة الجمعة، وهل على المرأة صلاة الجمعة؟ يدخل وقت صلاة الجمعة بدخول وقت الظهر، وذلك بزوال الشمس، هذا دخول وقت الجمعة، وقتها كوقت الظهر تماما. والمرأة ليس عليها جمعة، ولكن إذا حضرتها صلتها مع المسلمين فإنها تجزيها عن الظهر وتحصل على الأجر وسماع الذكر والخطبة. نعم. يقول: ما حكم المسافر إن صلى الجمعة في مسجد؟
طيب إذا حضر صلاة الجمعة أو مر بمسجد تقام فيه الجمعة هو يصلي معهم وإن كان مسافرا لتكون زيادة في أجره وتجزيه عن الظهر والحمد لله. وهل له أن يجمع العصر معها؟ لا ليست من جنسها، وهذا شيء لم يرد عن السلف أنهم كانوا يجمعون العصر مع الجمعة. وقد هطلت السماء بالمطر الغزير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ولم يجمع معها العصر. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.